انا بحب الكتب النفسيه جدا، ودايما بقول الكلام ده، ودايما بقول قد ايه انا يعني دايما في حاله غرام ما بيني وما بين الكتب النفسيه، وقد ايه بشوفها مهمه، وقد ايه بشوفها مفيده لجميع الافراد اللي موجودين في العيله، كل واحد عمره، كل واحد على حسب مشاكله، وكل واحد على حسب سنه. ازاي نتعلم نختار الكتاب المظبوط لينا اذا كان كتاب نفسي؟ ومن وجهة نظرك ازاي نقدر يكون عندنا وعي اكتر من خلال اختيار الكتب دي، علشان نقدر يكون عندنا وعي ونحل مشاكلنا؟ لازم كمان نعرف ايه هي اهم الكتب اللي ممكن نقراها في المجال العظيم ده. طيب، يعني انا لو هقترح يعني بعض الكتب للساده القراء، بحيث ان هي تكون حاجات بسيطه وسهله وسلسه، والقارئ العادي او القارئ البسيط المحب بالظبط. البسيط المحب ايوه للقراءه، لو ايوه عايز يزود وعيه النفسي او السايكولوجيكال اويرنس، انا انصح بشده طبعا ان احنا نقرا او نبدا بكتاب انسان بعد التحديث للدكتور شريف عرفه. ده من الكتب الجميلة جدا 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 جدا، وكتاب برغم عمقه إلا أنه هو في منتهى البساطة. حلو حلو. كتاب تاني برضو أنصح بيه، وهو كتاب من الكتب العظيمة الحقيقة، وأنا يعني أحيانا في الدورات التدريبية أو في الكورسز اللي أنا بديها بستشهد بالكتاب ده كتير قوي. هو كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون، في طبعا نسخة منه مترجمة للعربية، وكتاب أكتر من رائع الحقيقة، جميل كتاب قوي جدا جدا. جميل. لو هنصح بكتاب ثالث، طبعا أنصح بكتاب العادات الذرية، لأن الكتاب دوت برضو من أقوى وأحسن وأفضل الكتب اللي ممكن الإنسان يبتدي يعتمد عليها في تغيير عاداته اليومية لعادات إيجابية أكتر، عشان خاطر طبعا، حياتك تتحول وده للأحسن. أكيد يفرق جدا 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 في شكل حياتنا اليومي بشكل عام. أنا بشكرك على وجودك معانا عن طريق زوم، سعيدة جدا بلقائنا، وإن شاء الله شكرا لك يا المرة رنا، اللي جاية تكون بقى منورنا في الاستوديو. أستاذ إبراهيم السيوفي، نورتني.